تاع اقوال السلف ولا فهمت والفلسفه فهمت بارك الله فيك. الحمد لله خير. نحن الحمد لله عندما ردينا على بعض الاخوه هنا ليس كما اقول لك لان بعض المسلمين يقول لك يا اخي لكن يستشفى فينا النصارى خليهم يا اخي احنا همنا النصارى ولا همنا الله. صح الله جل وعلا يا اخي. الامام احمد كان في بغداد وكان يرد على بعض المسلمين وكان في نصارى واليهود لاجل ايش؟ حفظا للدين بارك الله فيك. فنحن نتحد على القران والسنه اما نتحد لاجل الدعوه في البارك هذا لا نفعل هذا. انا لا اقصد يعني اذا كان في خلاف ولا شيء يكون بينكم في مكان خاص تتناقشون فيه. نحن فعلنا كثير من المرات لكن يكون مكان عام ياثر على الناس يعني. صحيح لكن انا فعلت كثير من المرات لكن هم خرجوا علانية وطعنوا فلنا الحق ان نخرج علانية ونبين. بارك الله فيك. الله نعم امين 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 بارك الله فيكم. شو معنات شمسي ثوين وانثى؟ شو معنات سروري؟ سروري سروري ما اتبع محمد سرور زين العابدين. هذا محمد سرور من الشام اتى الى السعوديه وتلاعب كان يتلاعب كانه على منهج السلفي لكن هو من الاخوان هو اشتق على الاخوان كما اقول لك اخوانيه بلباس سلفي. هما في الايه عقيده في الاسماء والصفات على السلف نعم لكن يدعون الى الخروج والثورات والاشياء وهم كثير الان كثير من المسلمين يغتر بهم فهمت بارك الله فيك. فنحن عندما نقول لا يجوز الثورات في البلاد المسلميه بلاد الاسلام لماذا؟ تعظيما لسنه الرسول عليه الصلاه والسلام وحبا لدين الله جل وعلا. اما بعد يقول لك انتم تولون الحكام الظلمه اعوذ بالله من ذلك. يقول الله لا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. كيف؟ وهؤلاء نفس الناس يقول لك انتم ترجعون الى تولون الحكام الظلمه يهرب من الكويت او السعوديه وياتي الى بريطانيا. بريطانيا تحكم الشريعه ولا ايش؟ بارك الله فيك. فيقول واحد من قلمه دخلت الى بلد امنه امنه ما شاء الله والسعوديه ايش قتلوا بعضهم بعض؟ السعوديه امنه احسن من هنا. نعم لكن هؤلاء حل السروريين الاخوان. يعني يظهر ان سلفي ولكن هو داخل هو اخواني طريقه اخوانيه مناش اخواني. نعم يتلاعب يطعن في العلماء السلفيين. مثل هذا اللي طلع قبل كم فتره. من هو؟ في واحد نشر فيديو مثل هذا. نعم هذا نشر فيديو ينصح في الامير محمد سلمان والملك سلمان حفظهم الله وفقهم الله لمن يحب ويرضاه. قالوا ايش؟ قال انا في السعوديه ثم تراجع ثم قال انا خرج هربت. هذا فيلم هندي. يا فيلم هندي هذا والله فيلم هندي. احنا ننصح الشيخ صالح فوزان ينصح شعب المستعبد كيف النصيحه على طريقه السلف بغير تهييش بارك الله فيك فهمت؟ فالحمد لله نحن ننصح والحاكم ليس شرط ان يكون معصوم. إمام أبو جعفر المنصور من العظماء الخلفاء الخلفاء ماذا فعل؟ استاجر الإمام مالك. ليس معناته بأنه ظالم. أحيانا الحاكم يفعل أشياء ربما يقول ويخطأ فهمت؟ ليس معناته الحاكم العادل ما يخطأ ولا فهمت؟ وليس معناته بأنه لا أخطأ خلاص نلغي كل فهمت؟ إذا كان الحاكم على منهج السلف الأمة فهمت؟ بعد يقول على السلف الأمة وفي الرقص الإمام البيهقي ذكر رحمه الله قال كان الخلفاء كلهم على منهج سلف الأمة حتى وقت المأمون. ليس معنى كل الخلفاء كانوا مستقيمين ما يفعلوا لا يشربوا الخمر ولا الرقص لكن المنهج والعقيدة على السلف لكن لهم أخطاء. هذه في المعاصي هذه لا تخرجك على المنهج السلفي بارك الله فيك. لكن أنا الذي أرى والله هو أدين الله به أرى في حرب على الدول الإسلامية والأعداء الإسلام يستغلون العرب والمسلمين ليدمروا خاصة حرب على دول الخليج. طيب. لماذا؟ أنا أقول لك لماذا؟ أنا شخصيا ما أسمع من قبل ولا ما سمعت خليجي مات في البحر لأنه يهرب من الخليج. ما الحمد لله. لكن بلداننا تسمع فهمت؟ لماذا؟ لأن فيها الحمد لله الأمن والأمان والحكام يحبون شعبهم والشعب يحب الحكام، لكن ليس معناته الحكام هذو معصومين ليس بأخطاء، لهم أخطاء. ونحن نتبرأ من هذه المعاصي والأشياء، لكن كيف ندعوهم وكيف ننصحهم بالطريقة السنية؟ طيب ما موقفنا تجاه الخوارج هذول؟ الخوارج على منهج السلف نرد عليهم نفضحهم والإنسان يكون مع ولي أمره إذا أخطأ ينصحه وإذا أصاب يمدحه لكن لا يجوز مدح الحكام على كما أقول لك مطلق. العلماء ذكروا هذا من النفاق. طيب بارك الله فيك فهمت؟ لكن إذا الحاكم فعل شيء لتقوية الإسلام والمسلمين امدحه بارك الله فيكم. ما شو يسوي للخوارج؟ الخوارج نبي يسمق اقتلوهم لكن ليس لك ولي هذه للحاكم. إذا فيه دليل أنهم خوارج فلا تقتلهم.
هذه الحكام يجعل الحكام الذين يفسدون في الأرض. يعني نبلغ عليهم إذا اكتشفنا وجه كذا. أنت صح شيخ بن باز رحمه الله صح أولا، ثم إذا ما سمع بلغ عنه، لأن ربما له شبهات فتنصحه، ثم إذا ما سمع قل ما تسمع، حتى صاحب المخدرات الأشياء تنصحه واتق الله تقع عليك هذا المنهج، منهج الخوارج. أنا أقول الخوارج لا يحبون أن يرى بلاد المسلمين فيها الأمن والإيمان، يريدون أن يرى بلاد المسلمين يقتلون بعضهم بعضا، والله الذي لا إله غيره. رأيته هو يعيش في بريطانيا ويقول اخرجوا، وانت ليش قاعد في بريطانيا؟ اخرج انت يا أخي، هذا بريطانيا بعد كي دمروا بلادهم وين يهربوا؟ يأتوا إلى الغرب. طيب نعم تريد الإصلاح، احنا ما نقولوا ما تصلح، إصلاح لكن على طريقة السنية، بارك الله فيك، تفعل إصلاح على طريقة السنية، تنصح تبين، لكن لا تطعن في بلدك وتأتي بالتبريرات لي تفتح الباب لأعداء الإسلام يتدخلوا في أمور داخلية. فهمت؟ بارك الله فيك. فالخوارج هنا يدفعون الجزية عند الكفار. هذا والله أدعي الله سبحانه وتعالى، كلنا لابد تدعي الله أن لا يجعلك مثل هذا الرجل، إنسان كبير ويستهزئ به الأطفال. هذا يسب، هذا عايش في بريطانيا يدفع التاكس ضرائب ويطعن في البلاد الإسلامية، وهمها الخليج، هو مصري، أنا ليش بتكلم على مصر؟ خليج خليج خليج. فالشاهد بارك الله فيك، هذا الرجل ماذا يريد من الخليج؟ الكفار الآن يذهبون إلى دبي والسعودية وقطر يمدحونهم. الحمد لله نحن، فإذا رأينا معاصي أشياء نبغضها. طيب وإذا كنت من أهل العلم وطلبة العلم وتعرف تنصح الحاكم فانصحه بطريقة سلفية، بارك الله فيك. والدعاء نعم، الإمام مالك ذكر هذا، الإمام أحمد، تدعو للحاكم أن يوفقه الله سبحانه وتعالى ويهديه. طيب أن يهديه الله أن يوفقه لما يحبه ويرضاه. البيطانة صحيح، بارك الله فيك، بارك الله فيك، يا بارك الله فيك، هذا لابد. نعم، فمثال ذلك يقول لك عن علماؤنا أنهم علماء السلاطين، لكن هؤلاء نفس الشيخ بن باز رحمه الله تعالى علماء السلاطين. الشيخ بن باز تكلم عن الربا علانية ونصح الحكام، الربا لا يجوز، لكن هؤلاء القوم إيش عايشين هنا؟ خوارج يعيشون هنا، يأخذون المال من الدولة الكافرة ثم يطعن في علماء السنة. فضحهم الله، والله فضحهم الله. لكن كيف يأتوك هذه في قناة ينشرون المعاصي؟ هي لا يجوز نشر أخطاء الحاكم. نعم ترد عن المعصية، إذا الآن الحاكم قال يجوز أو يأتي بالخمر إلى الدول الإسلامية تقول الخمر حرام وابتعدوا عن الخمر، لكن لا تركز على الحاكم، ليس تبريرا لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد بن حنبل الشيباني هل هو مدخلي؟ إمام أحمد بن حنبل الشيباني في وقته من كان المأمون كان يدعو إلى خلق القرآن، وهذا كفر من الطامة الخوارج الجهلة. يقول لك هذوك الحكام كانوا يحكمون الشريعة، هل الدعوة إلى خلق القرآن من الشريعة الإسلام؟ هذا كفر. ماذا فعل الإمام أحمد؟ رد على عقيدة المعتزلة الذي كان يعتقد المأمون والواثق، لكن لم يتكلم في الحاكم ودعا له. فعندهم أحمد بن حنبل مدخل الآن الحمد لله. فماذا سبحان الله. فالشاهد كذلك عندما أتوا إليه قال نخرج، قال لا تخرج، اتقوا الله في دماء المسلمين. عبد الرحمن بن الأشعث عندما خرج على ولي العراق أو العراقين نعم الحجاج يوسف الثقفي، عندما خرج ماذا فعل؟ فتنة وقعت، الذين خرجوا معه من العلماء قالوا لو سمعنا إلى نصيحة حسن البصري. قال لا تخرجوا، ليس تبريرا. بعض الناس يقول أنت تبرر، فإذا كنت أنا أبرر فلا بد أن تتهم الإمام أحمد أنه كان يبرر لظلم الواثق، ولا بد أن تتهم الحسن البصري الذي تربى في بيت نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يبرر. أنت تعيش في الغرب ترى الحرام ولا تتكلم، تتكلم مع تشوفها كما والله. في آخر آية في التويتر من السعودية عن هذا الذي قال هرب من السعودية، قال ما شاء الله أتيت إلى البلاد فيها أهل الشذوذ والحرام وأمن وإيمانة شريعة ما شاء الله، الله أكبر. منافقون أخي هؤلاء، خوان المسلمين أخي، والله طامة خوان المسلمين، همها الكرسي، يدمر بلاد الإسلامية ما دام الكرسي عنده، هو ما عنده هم. هؤلاء الذين يقول لك معارضة ماذا يريد؟ هو همها الكرسي، لكن يستعمل جهلة من المسلمين ببلدانهم، ثم يأتي هو يقول لك أنا والحاكم. بارك الله فيكم. فنحن والله لا نريد الفتنة في بلاد المسلمين، وندعو الله أن يوفق أولاد أمور المسلمين، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يبعد عنا شرارنا.
بارك الله فيكم. هذه دعوة سلفية الحمد لله، دعوة أمن وإيمان الحمد لله. إذا كان فيها حرام لا نرضى به ونتبرأ، فعله الحاكم أو غير الحاكم. بارك الله فيك. اقرأ بن باز الألباني بن عثيمين رحمه الله، أئمة الدين. الآن يأتيك بخيط بيت يقول لك إمام الدين، شيء ما أخي. أدرس بن عثيمين رحمه الله، شوف العلم، الله أكبر. لكن طامة نحن والله، ليش طامة؟ الآن تركنا العلماء الربانيين، شيخ صالح الفوزان حفظه الله، المفتي شيخ صالح الشيخ، الشيخ ربيع، ندب إلى من؟ ندب إلى يوتيوبرز. والله يوتيوبر يعطيك فتوى، هذا يوتيوبر يا أخي. هذا يقول لك أنا أريد إصلاح الدول. أنت أصلح دارك أولا، أصلح الدول أنت، أنت دارك مرسى، والله يصلح الدولة. بارك الله فيكم. الآن أنا سمعت والله أعلم في ربما جزائريين هنا يصحوا بأن الآن أمريكا تريد إيش؟ تريد تفعل سانكشن على الجزائر، تدخل في أمور. أمريكا أكبر طاغوت. ما أمريكا أخي، أمريكا كانت تدافع عن إخوان المسلمين في مصر، أمريكا كانت تدافع عن الثورة في البحرين، لكن حفظ الله السعودية ساعدت أهل البحرين لكي أن الشيعة أرادت أن تدخل البحرين ويستعمر في البحرين. فهمت؟ مثلا كثير من المسلمين يقول لك يمن يمن، لكن كثير من المسلمين ما عنده مشكلة، سلام عليكم بلال، ما كان عنده مشكلة عندما كان أهل السنة يقتلون من الفرس من إيران والحوثي، ما كان عنده مشكلة. لكن عندما المسلمين أهل السنة طلبوا المساعدة من السعودية، الآن السعودية تقتل المسلمين. ها يا كذاب، وعندما كان أهل السنة يقتلون في اليمن ما كان في قتل. والله بعض المسلمين أنا قلتها وهذه لله، حتى السعودية لو حررت فلسطين يقول لك لا هذو يهود، انساهم، هم ما يطعن في السعودية. والله بغداد، لأن إيش يقول لك؟ الدولة العثمانية، الدولة العثمانية كان فيها الشرك يا أخي. نعم حق في التوحيد والسنة. هل معناته ما في معاصي؟ في معاصي. هل يجوز؟ حرام. ونسأل الله أن يوفق حكام المسلمين أن يبتعدوا عن الأشياء. لكن الخارجي ماذا يريد؟ لا شمسي ما تقول هكذا، أريدك أن تدمر بيتك وبيت أجدادك وتأتي إلى أوروبا. بارك الله فيكم. أنا أسأل الله يهديهم. الله تفضل. أنت من أي قناة؟ جزيرة؟ قناة أنا حبي ندير يونيفرسيتي. أنت على يونيفرسيتي؟ وبين حديك إن شاء الله. بارك الله فيك، الله يعزك أخي. تفضل حبيبي. وايدين يكرهونك يا أخي. يكرهونك وايدين إني يكرهونك. هادو يكرهوني لأن بعض الناس يقولون ما الحمد لله أدعو إلى طريقة السلف الصالح الحمد لله. على منهج سلف الأمة الحمد لله. هذا إحنا التوحيد والسنة. بارك الله فيك، نعم. الحمد لله. في شخص قال تعرف ثم تذكروا كان في شخص أتى هنا قال لي أنا أعمل مع مخابرة السعودية. طيب فقلت له قال لي الأسبوع الماضي آتي بالأدلة. شهرين ما آتي بالأدلة، أنا موجود هنا كل أسبوع آتي. أين الدليل؟ أين الدليل؟ كذابون. بارك الله فيك. وهذه طريقة من؟ طريقة الخوارج. الخوارج عندما طريقة الرافضة عندما أرادوا أن يطعنوا في عثمان بن عفان ماذا قالوا؟ أصلا يهودي. عجيب. الآن الإخوان عندما أتوا ب إيش اسمه السيسي قالوا ابن صالح يقرأ القرآن. عندما السيسي دار على إيش اسمه مرسي حرر فلسطين إيران، لا لا عندما دار على مرسي مات الله رحمه قالوا هذا يهودي ابن يهودية. هذا كان قارئ القرآن مسلم أصبح يهودي. فالخوارج أن نحن المسلمين يعرفوا بأن عندنا حساسية مع اليهود، فكيف تأتي بالشبهة ضد الرجل تقول يهودي؟ فعوام الناس يهربون منه. يهودي قال لك محمد سلمان يا أمة يهودية كذلك. بالله هذا يا أخي، اتق الله. أنت تريد الشريعة أنت؟ والله حق. هذا يقول لك يريد الشريعة هذا ويطعن في أعراض الناس، كل شخص يوافقه يقول له أنت أمك زانية. هذا لو طبقنا الشريعة تطبق عليه أولا. يقول هذا يقول ليش طيارة إسرائيلية تمر فوق أجواء سعودية؟ قول له ليش أنت قاعد في بريطانيا؟ بريطانيا تدمر، ما في إسرائيل أصلا، في فلسطين ودولة محتلة، ما في إسرائيل، إسرائيل النبي عليه الصلاة والسلام. قل لماذا أنت هنا في بلد تدعم الصهاينة؟ هو هنا يأخذ المال من عندهم، يأخذ المال من عندهم. يجوز خارجي خبيث، خارجي يجوز أخذ المال من الكفار والجلوس، لكن إذا أخذت المال من الدول الإسلامية أنت إيش؟ كافر، خوان المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. لكن رحم الله الشيخ ربيع وحفظه الله، هو أول من فضحهم الشيخ ربيع بن هادي مدخلي والشيخ محمد أمان الجامي، أول من فضحهم، والشيخ حمود التويجري كذلك رحمه الله فضح الإخوان، وكثير من الناس دنوا فيهم الخير. لكن أخي خوان المسلمين همهم أخي تدمير المسلمين. يا أخي في الجزائر خوان المسلمين في التسعينات كانوا يمدحون إيران فرس،
احنا ما عندنا مشاكل مع الفرس في علماء من الفرس، لكن الان المجوس لكي اكون دقيقا المجوس. طيب الله المستعان. السلطه ايه نعم هذه معروفه اخوان المسلمين، مع السلطه هو عجل الكرسي يهلكك، ما عندنا مشكله. فنحن ايش نقول؟ لابد لا دولة سلطة لا يحزنون، صحيح لا سلطة ولا مال. والله العظيم بارك الله فيك، كما أقول لك جاي يسعود تسعة، حنا في الجزائر يقول لك أراد أن يصلح شيء دمر أشياء. والله هذا حالهم، هذا حالهم. يقول لك المعارض فين عايش في بريطانيا؟ إمام أحمد كان معارض، إمام أحمد كان ضد الحاكم في العقيدة، لكن ما أتى إلى البيزنطيين، جلس وصبر ونصح الحمد لله. هي بلدك يا أخي بارك الله فيك، وأعداء الإسلام يحثون على أي شيء ليتدخلوا في المدن الإسلامية ولا يتكلمون على الإيجابيات. أبدا بارك الله فيك أبدا. الآن في السعودية بنت مستشفى في فلسطين، عفوا في الأردن، خاص بالفلسطينيين، ما تسمع عنه، ما تسمع. لذلك ذكرت أنا من قبل الإخوة السعوديين لابد يكونوا على تويتر إنستغرام وينشروا ما تفعل السعودية. السعودية دفعت الكثير من المال تساعد اليمن وتساعد سوريا وتساعد تساعد تركيا، ما يذكروا هذه الأشياء، ما يذكروا. أخي السعودية امرأة ترقص في الطريق في كل مكان، ليش السعودية جنة يا أخي وفي امرأة ترقص؟ هذا حرام، ليش معناتها خلاص دولة خلاص أصبحت كافرة؟ والله أنا عرفت. لذلك أنا الحمد لله أنا أعرف بأن بعض الناس يبغضهم أن يروا دولة عربية قوية، والله يبغضهم، لا يحبون هذا الشيء. مستقرة آمنة أبدا، خوارج ما يحبون، الرافضة والخوارج يحبون الأشياء. يقول إمام مالي وليد السيستاني، ها؟ يقول أنا أتبع وليد السيستاني. بارك الله فيك، السبعاني هذا الخبيث هذا، هذا ما يعرفه أحد، ما يعرف لا شكله ولا صوته ولا، والله الحمد لله. فنحن نسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحبوا ويرضى. والله هي في ظلم، في ظلم في بعض المسلمين في بلاد المسلمين الإسلامية. غير معصومين بارك الله فيك، بارك الله فيك. كيف نتعامل؟ انا شخصيا اطلب بعض احيان اهلي الله يغفر لي. لو ما كان ولي امر كان فرد عادي كان في عسل بعد كان بيخرب. بارك الله فيك اخي سبحان الله. المشكله يا اخي تعرف ايش المشكله؟ يقول لك هذا ولي الامر له، ولي الامر له مشاكل وله معاصي. طيب انت ناتي بولي الامر انت تكون معصوم؟ انت عندك معاصي، طيب معك اخطاء، فلماذا حال عليك حرام عليه؟ هذا ينصح لدي سلطان سر. نعم نعم صحيح بارك الله فيك. العلانية والتشهير على الانترنت، بعض الناس أخي يشهر المعصية غير معروفة يأتي يشهر بها العالم كله. دين تجارة معروف، خوان معروف، إخوان المسلمين عندهم دين تجارة أخي، معروفين بالأشياء. يأتي إلى بريطانيا إلى أمريكا، والله يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. لا يجوز، هنا يجوز ظلموا، هذا يجوز. أسأل الله السلامة والعافية. نحن ما عندنا أي مشكل مع شخص يريد الخير لبلده ينصح، لكن بالطريقة السنية ليس الطريقة السبائية عبد الله بن سبع، تشويش والتشهير والفتنة. طريقة أحمد بن حنبل. بارك الله فيك. الرسول عليه الصلاة والسلام نصحنا كيف نتعامل مع الحاكم الظالم، كيف نتعامل. الرسول نصحنا. أخي ابن تيمية قال رحمه الله تعالى، قال نقرت التاريخ نقرأ، ما خرجت فرقة على حاكمها إلا أفسدت أكثر مما أفسد الحاكم. والله ليبيا أخي خرجوا ماذا أتوا؟ أتوا بعمر الخطاب؟ بارك الله العربي كله راح، الربيع الصهيوني هذا والتخريب العربي هذا، خربوا بلدانه بأيديهم، دين يهودي. والله أخي نسأل الله السلامة والعافية. عبد الله بن سبع التدمير والأشياء. نعم في فقر، بعض الناس يقول لك شمسي أنت تقول هذا أنك في الجزائر في سلفيين. يا برادر it's better off for you to speak to a tree than speak to him. والله الذي لا إله غيره. برادر الحمد لله. سو الحمد لله هي شوف سبحان النصارى دينها اصبح ميت. ياتوا هنا النصارى لماذا ايش؟ يشوشون على المسلمين. والله ما رايت شخص يدخل نصرانيه. شمزي الشاهد بارك الله فيكم، الشخص لابد الانسان ان يستعمل الحكمه ويتبع القران والسنه.
هذا هذا في ان شاء الله. اذا خاطبكم الجهاله يا اخو سلامه، اذا جاهلون اقول سلامه يا الحمد لله. تفضل. هاو اسلام ايدنتيفايز وومن. What do you mean how ايدنتيفايز وومن؟ Misunderstanding. They think that we are against women. How we treat women? Because you cannot identify what is known by necessity. It's like telling me identify who are you? Like what is a son? Son is a son. Hey, woman is known. What is? Are we talking about this? What is woman? You know the Western world is going crazy. They don't even know. Now the point here you have to bring. The Western world they cannot really utilize this argument or this doubt anymore about Islam oppressed women. Why I'm saying that? Because they cannot define what woman is. Literally, man with his penis, everything, they tell you he can be a woman too. It's crazy now, understand? That's why look what's happening. A man raped two women. He told them he's a woman. What they did, they put him in prison with a woman. That's paradise for him. Islam treats women with respect. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the Quran about the wives, وَعَاشِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. Okay, Allah mentioned about the believer females. If they are righteous, they have paradise for them. Okay? Prophet Muhammad SAW said, take care of women. Yeah, no doubt about that. Women has high status. We don't utilize our women to you to sell our product. You understand? We don't put toothpaste next to a naked woman. What naked woman has to do with toothpaste? Please, barakallahu fiik. No, we take care, we love our women. That's why our women are more valuable than diamonds. That's why in Muslim countries, there's certain things you cannot insult a man with. Don't insult his mother. Don't insult his wife, his sister, his daughter. Otherwise, there'll be war. Understand? They wage war against you. Understand? So we love our woman. If we hate women, why we allow to marry for? If you hate, if you hate coffee, would you drink 4 cups of coffee? The fact that you drank four cups of coffee, that means you love it. We love our women, alhamdulillah. And we make sure that take care of them, look after them. You know? And Nabi ﷺ said, like I mentioned, before he died, Khutbat al-Hajah, he said, take care of women. Barakallahu fiikum. But they want our women to be what's happening now in the Western world, which we feel sorry for them. Women just walking naked and, you know, just subhanAllah, being utilized like a public toilet. Anyone can come and urinate. A'udhu billah. But they do it in the name of empowerment. Barakallahu fiik, that's a good point. Yes, salaam alaikum, kif al-hal. That's a good point. He said they do it in the name of empowerment. The name of empowerment, yeah. But it doesn't empower them. They're just, like they say, they're just used goods. Yeah, that's Allah, yaqi. They say empowerment. But of course, because what? If they say, oh, woman, we want to destroy you, the woman, Muslim woman, will not listen to them. So when they say, woman, we are here to empower you. Empower you, mashallah. I want to be strong. I want to have power. But what it means, oh, women want to destroy you, basically. That's why we have to be careful from mustalahat, terminologies. Barakallahu fiikum. So, alhamdulillah, Islam treats women with justice. And there's a difference between justice and to be equal. Sometimes to be equal is injustice. You understand? Alhamdulillah. Like, you know, a woman like queen, stay at home, we go provide for them. You know, we go run after the bus, run after this, you know, try to do our best. You understand? You don't see the queen running after a bus. Have you? She died. Have you seen the queen before running after the bus? She wants to go to work. She's sitting chilling in her throne, in her own palace. You know, Sheikh Uthaymeen said that the house for the woman is like her own palace. She can. Yeah, but not every woman, brother. That was the woman, the Fir'aun one. You know, the woman at home, she can go to any part of her house, but at work she can't go every part. She's controlled by the boss. Yeah. But at home, her husband cannot say, don't go this room or that room. That's how she goes to the toilet anytime. But at work, she'll be controlled which time she should go to the toilet or a bathroom. You know? So the point here is we love our women. Islam came to free women from slavery of desires and shaitan to become a slave of Allah. Because in this world, either you're a slave of your desires or a slave of Allah. You cannot escape it. Either you're going to submit to your desires or you're going to submit to something else. Or to Allah subhanahu wa ta'ala. And so when you submit to Allah, to your creator, where have you been, bro? That's the meaning, the true meaning of freedom. To be a servant of Allah, barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Now, even non-Muslim women, but you know they say we oppress women, majority of reverts in Britain, America are what?
How the Muslim in the reverse? How the Muslim? Yeah, yeah. They are women, brother. Alhamdulillah. Because they see freedom in Islam. And we love, like I said many times, we love good for this country and around the world. We love good for the non-Muslims. We want them to be guided. You understand? Look what's happening now, bro. Like I said, they cannot even define what a woman is. They always ask why they have to cover themselves. Why they do that? For you to not look at them. Tell them. Straightforward. Tell them Allah. There's another one, National Women's Day. You don't know who's supposed to turn up. Oh, yeah. That's a good one. Yeah. Ach, in America, yeah. The bravest woman is a man, biologically is a man. Have you not seen it? The award for the year, the bravest woman, is a man. Bro, but you know what? Allahu Akbar, you know. Wallah, Allahu Akbar. Regardless how much power they have to try to misguide the people from Islam, Allah will expose them with their own tongues. They're doing it to themselves. Subhanallah. Now, you can beat up a woman. If police stand up, you say, I'm a woman as well. You're just woman fighting woman. What's the problem? You can't arrest me. You go to jail, woman jail. Yeah, woman jail. Paradise. You become you have four wives and divorce another one. Get another one. Just shoot there. Yeah. May Allah protect us, man. Alhamdulillah. And you know how many in America, there's a lot of men now that are saying they are a woman to get moved from, yeah, to prison. So when someone asks you why women have to cover themselves, say, ask him why you have to cover yourself as well. Because you cover yourself. You're not naked. Correct? No. You have to wear trousers. Are you naked? If he said, no, nobody have to cover. He said, okay, who should dictate which part should be covered, which part should not be covered? Who should dictate that? As we say, Allah. Yeah. You cannot dictate that because why? You're coming from a subjectivity. Do you understand? So Allah told the woman to cover. Likewise for the men to cover. Can I come topless here? I cannot come. It's not permissible to come topless. Barakallahu feekum. Or to come with the shorts. So Allah told the men the way to cover. Likewise, the women the way to cover. Yeah, that's it. Allah told us. And I remember an old woman came to me to our da'wah table. She said, "She said, can I ask you something, my son?" I said, go on. She said, I saw a man now with his daughter. She's 7 years old. And she was wearing hijab. I said, what is the problem with that? She said, yeah, but you know, it's brainwashing her. I said, wait. There's no parents in the world except they teach their children what they believe is right. So if you call us brainwashing, then every parent is brainwashing child. Why is it okay for you to brainwash your child, but it's not okay for us? For the sake of argument, using this term, yeah? Then I found out, who is that brother? Ahmed Miki. It's my brother. No, it's from the masjid. He told me, he said, she asked him. So I said to her, yes, we teach. He's teaching her. Tarbiyah. Like when you go to Ahmed Miki, give me a nice example. He told her, you don't go straight away to university, you go to nursery, the reception or reception, then step by step. Likewise, we train our daughters about modesty, to cover themselves. Understand? Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Understand, akhi, so we teach them. When Allah said to the Muslim woman to cover herself, because Allah loves them, and Allah wants good for the Muslim woman, because Allah knows there's shayatin out there. You know, some people, what they're going to do, they want to deceive us. Say, no, all women, this walk naked, you know, and if anyone attack you, the problem with him. And if anyone tries to say no problem is with you, they're justifying the rape. No, we're not justifying the rape. In Islam, rape, you will receive a capital punishment, you know. However, any human being with a sound reason know that if I'm going to do something which is going to allow evil people, because there's evil people out there, that's the reality, you cannot escape it. If you want to do this mentality, I'm going to do whatever I like, and if something bad happens to me, I'm going to blame the people, then go live in the moon when there's no people there. There's people out here. For example, if I have £50,000 in a suitcase, and I come to speaker's corner and open it, suitcase, and the people take the money, I'm not saying it's okay for them to take the money, it's still wrong, but it's wrong for me too to open the suitcase as well. Barakallahu feek. Yeah, na'am. They don't want to take accountability. Sahih. And Islam teach you, that. Alhamdulillah for Islam, and that's why now the fastest growing religion in the Western world is Islam. Who's doing the job? Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Imagine this war, this harb that has been waged against Islam. If it was waged against any religion, that religion would be died long time ago. Or would be dead long time ago.
But Islam is not even weak, stronger. The Muslims are weak because why? We're not following Islam. But those who are following Islam, they are strong. Alhamdulillah. That's the beauty of Islam. نعم أخي. تفضل. شو رأيك بالعلام الأول؟ إيش هي؟ العلام الملون. ما معنى العلام الملون؟ العلام الأحمر. جي تي بي. ال جي بي تي كيو. العلام العربي. إيش ما فهمت علامة؟ العلام العلام. كل علام العراق. هذا عالم هذا عالم إيش دخل إيش رأيك؟ شو رأيك بالعلام الملون يعني؟ بدال مراية التوحيد أو نظام خلافي مش نظام ديمقراطي. إيه نعم لابد يكون. ومن لم يحكم بشرع الله ولا يكون الكافرون. هذه ما هي آية حبيبي هذه خرج من رأسك أنت. لا يزم القرآن. هذا شيء أنت تحكم بشرع الله أولا ومن لم يحكم بما أنزل الله بما أنزل أنا ما في مشكلة لكن ما فهمت ما عندك علم ما فهمت إيش دخل العلم الأول مثل هلا إحنا بسوريا نعم إحنا عندنا علم عم بقاتل علم أخضر هذا لا يجوز قتل إذا الناس يقاتلون لأجل علم بس علم وديمقراطية هذا لا يجوز هذا لا يجوز حرام نحن نقاتل لأجل على كلمة الله الثاني يقاتل مشان بشار الأسد هذا طاغية كذلك لكن ما فهمت انا ايش الشيء العلم هو حرام ام غير حرام ام قاتل انت وروحك حاط على كتفك اجل العلم حرام لا يجوز النبي عليه الصلاه والسلام يقول من قاتل لاجل عصبيه او نسيت الحديث الان لكن الشاهد من قتل لاجل غير لا اله الا الله او الدفاع عن نفسه والاشياء هذه من العصبيه مثلا انا اقاتل لاجل العلم الجزائري ليس لاجل ان الجزائر دوله اسلاميه لا لاجل العلم بس هذا لا يجوز هذا ايش دخل العلم الان مثلا الان بعض المسلمين بدل الآن لو قامت حرب بين دول إسلامية المسلم من كلا الدولتين لا يدخل نفسه أولا لابد ينظر من هو الظالم ليس لأني جزائري سوف أحارب لأجل الجزائر لا أنا أحارب لأجل الإسلام وحفظ بلادي إذا أعرف دولة إسلامية تريد أن تدمر بلدي طيب لأجل إحنا المسلمين أنا أحاربها لكن ربما دولتي تريد أن تظلم الدولة الثانية طيب فأنا لا أساعدها لأن عفوا لأن أنا ولائي وبرائي المعاداة والولاة لله وبالله سبحانه وتعالى ليس لعالم لله سبحانه وتعالى ورسوله بارك الله فيك احنا بالنسبة احنا لنا لما في جماعة اسمه الجيش الحر هذول يقاتلوا بشار الأسد يقاتلوا على أساس من عقيدة لكن من يرفع علم لا إله إلا الله بيحكي عنه انه إرهابي أو داعش والله ما أعرف أنا هذه قضية سوريا ملخبطة كل شيء يعني هل شو رأيك فيه؟ ما نقول الذي يقاتل لأجل لا إله إلا الله لإعلاء كلمة الله فهو مجاهد لكن بشروط الآن في سوريا الآن أحزاب حتى ولو خرجتم بالشر سوف تقتلون بعضكم بعض كما وقع في أفغانستان نفس الشيء أخي لأن إيش كل فرقة تريد تحكم فرقة أخرى هذه حالنا طيب لأن إيش هذا كما ذكرت هذا جيش هذه فرقة تريد ديمقراطية هذه تريد اشتراكية هذه تريد الشريعة هذه تريد الشريعة لكن بمفهوم ثاني وهذا فيقتلون بعضهم بعضا لذلك لابد المسلمين لا يدخلون في هذه الفتن هو العلم بالمختصر العالم الملون لازم واحد ما يقاتل فيه لا أخي العالم الملون يجوز لتعريف بالبلد الآن أنا في بلدان بعض البلدان يستعملون تعريف هذا ما في مشكلة الله سمعنا مسلمون يعني دولة واحدة يعني هلا أنا ما عندي مشكلة علم هو يختلف عن علم لكن تحس في شيء يعني غريب يا أخي لا لا هو لتعريف أنا قلت لك لتعريف البلد لأن من قبل كانت دولة واحدة الآن ليعرفوا بعضهم بعضه فيستعملون العلم يستعملون العلم بارك الله عادي إذا شالوه بالكتاب ها عادي إذا شالوه بالكتاب لا حرام الله أعلم أنا ما أدري الله حرام تبي يوجد حرام أخي ربما يشل العلم لأجل علم التوحيد ما في علم التوحيد بس علم الأول لا لا أدري هو إذا في الجزائر مثلا نحن في الجزائر حاربنا فلسطين وحملنا علم الجزائر ليس لأجل العالم بس لأجل هذه الدولة الجزائرية مسلمة لكن تعريفا بهذا البلد هذا العالم تعريف هذا يجوز يا أخي ما في مشكلة هي الحمد لله أحسن يكون كلنا عندنا عالم واحد لكن ما تعرف كيف تفرق بين بلد وبلد هو شو يختصر الواحد او شو يستفيد اذا ما يعني او شو يتضرر اذا ما حط هون مثلا رمز علم الجزائر وعلم التوحيد بيده ما في شيء ما يا اخي ما فهمتك ايش تقول يعني ليش ما يكون في علم التوحيد بكل معركه نعم هذا احسن هو ما في عندنا يعني هذا شو في السعودية عندنا علم التوحيد لا اله الا الله انا ما العلم هل هذا يجوز انا الذي اعرف يجوز لتعرف البلد والله اعلم اخي الله اعلم الله يهدينا ويهديهم نسأل الله سبحانه وتعالى يجمع المسلمين على كلمة التوحيد والسنة آمين آمين وإياك بارك الله فيك الله أعلم student finance is it فيها ربا ولا لا why is it explain that to me for example me and other people yeah who wants to study yeah we have to take student finance so and then you have to give back how much this is the thing they didn't put a specific if it's a ربا حرام أخي انشس حرام أخي لا يجوز واحد خلاص تورط فيها شيء زي interest
كواحد إذا دخل فيها وش يدير؟ ها؟ إذا واحد خلاص دخل فيها وش يدير؟ بك توبة الله سبحانه وتعالى من؟ ويخرج. ها؟ ويخرج من الإدوكيشن. الله أعلم أسكول زادوا النو أخي والله هذا النو. الله نوس بست. أخي واحد من دير وش يكون عنده؟ in that tent. Hello, excuse me. Yeah, who, Jewish man. Come, come. Don't run, man. We're gonna eat you. Come. We Muslims, we're innocent people. Maybe I am. Show you, inshallah. Thank you, salam. Hayak Allah, barak Allah. Okay. He keeps coming and leaving. Why is he coming? It's a joke, huh? Tell him here, come record him, man. And tell him how. He wants to be on the camera. Assalamu alaikum. He's from the kid. You good? You right? How are you doing? Alhamdulillah. Good. You look cold, man. Freezing. Welcome, are you English? I'm living in Turkey. That's oh, that's why, brother. You got used to play to the Turkey. Weather. It's freezing. Okay, yeah. Time I come, it's freezing. Allah, you need a big jacket, my brother. Inshallah, man. How is it there? How is it inside? Crazy. Huh? It's crazy. I'm a genie. But is there normal people there? How are you? Hello, sir. Excellent. Don't let him beat you. Hello, come on. Where you from? Was the name of Oscar Chef? بابا جابر كل اذا Petition Arsenal Jamal. And we'll speak up. Notice. Second. Only. Section. Arsenal Jamal. There's no bully in here. Groups. If they are Sunnah, they're not the glory of Allah. Well, if Abbas to hit the this. Because you know there's Allah, we don't know. Yeah. Well, if Allah is Allah, follow if Allah and anyone.